أما الآن استمع القرآن مع الطالب كبشة الطين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ابن جوزان أرواح كما صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ابن جوزان الزبريدي بجوزي أبوه. قال يا رسول الله أصاب أسرعتم ومن صلى البرنين يرسل زبر بزن الناس. قال ثم هذا الصبح والعصر يرسل زبر بزن الناس والعفو منكم السلام عليكم.
الله أكبر. فسرت سورة الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. آمين. اجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. آمين. علمنا منه ما جهلنا. آمين. ارزقنا تلاوته آلاء الليل أطراف النهار. آمين. واجعل لنا حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين. اصلح لنا البلاد التي فيها معاشنا. اشرح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. آمين. الحياة زيادة لنا في كل خير. آمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. اللهم اجعل خير أمرنا آخره. آمين. خير أعمالنا خاتمه. آمين. خير أيامنا يوم نلقاك فيه. آمين. اللهم إنا نسألك عيشة كفية وميتة سوية ومردا خير أنفسهم ولا فاخر. آمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء. آمين. خير النجاة وخير العلم وخير العمل. آمين. خير الطعام وخير الحياة وخير الممات. آمين. وثبتنا وتقل موازيننا. آمين. واحفظ إيماننا. آمين. وبدلت القوانين سوا. آمين. واغفر غطايانا نسألك العلا من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. آمين. وعزائم مغفرتك. آمين. السلامة من كل إثم. آمين. الغنيمة من كل باب. آمين. الفوز بالجنة. آمين. النجاة من النار. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. آمين. أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. آمين. ضعفك تبلغنا بها جنتك. امين. اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا. امين. متعنا اللهم باسماعيل. امين. وبصارنا. امين. وقواتنا. امين. ابدك تحييتنا. امين. واجعله الوارث منا. امين. واجعل ثارنا على من ظلمنا. امين. وانصرنا على من عادانا. امين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. امين. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. لا مبلغ علمنا ولا تسلي طعيما من لا يحبنا. اللهم لا تلنا ذنبا الا غفرته. امين. لا هما الا فرجته. امين. لا دم الا قضيته. امين. ولا حاجة من حوائجك الا ذكر الا قضيتها سبتها برحمتك ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام وسلام لله رب العالمين. يا هلا يا هلا
Alina Gazija, Narike, Yalabe, Mahaka, Yaweta, Yamasiwa. Ah, na mo divan. Enda. Ah, na mo duhen dem. Niangalizi mapija waleda holansano kwansano zisama arzi tsao o sikwa leweinu vumatushinda uratushinda aranji aranzo omandonira filme o sikwa lewe programu i hauliha rahari jazijua si warumishi waleda wala 35 rijua kana ilera ya juzi ila ilande ilera iladimu riandise sha leweinu iandisiwa na kabla asibabu do mwona no ufanyishi hao osipade wainu mwele pala shiolinu wilosha angatange sama shailati delera ya ladimu uandise sha angamujua ukana zonrogoza tsohuja gizabuma watu sisinga rilindauka delera ya juzi yon delera rujua andisa sha minu humo wa fangamna dekalaj wa injeza lega urent jomba lele mama chamo de reje lele mama chamo de reje I will look at it. Yeah, I'm in my mouth. Ustavi, urate, Mustavi, Busta, urate. You took that down? Yeah.
ma picha wale dawa la 505 Fumbuni Media fumeshia hili wanazioni wafundisha pira izo wakauhamba izo nyinyi mdunga onga mzijuao sha wonga mjoka na ngi oblige wana wasomesiwa zihabari izo tena rinjia roma klasi ya saya wandu andwa duhas waheze قال أنا ربكم الأعلى وما يستوي الأعمى والبصير
ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير لقى الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وبكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يفلحون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم. ما هو المد العظيم لسكون وعلى آخر الكلمة وكان قبل الحرف المفروض عليه أحد حروف المد التابعي التي هي الألف والواء والياء والمثل العقاب خالدون خفيف ويجوز في مده ثلاثة أوجه الطول وست حركات والتخصص وهو أربع حركات والقصر وهو حركتان واللف في سن وهو التام. أبو التدوين لغة مواصلة أما لغة فهو التحسين وصلاة هو اختار كل حرف من مخرجه غيره اختار كل حرف قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهو الإكرام لغة واصلة أما لغة فهو البيان وسلاحا هو الخلق مخرجا من غير غنى ثم روح الإكرام
ساكن متحرك بعدة سرعات أكثر واحدة مشددة يرتفع اللسان عند ارتفاعات واحدة. تنقسم للغام. لا قسمين. ما هما؟ لغام بغنة ولغام بلا غنة. كم حروف لغام بغير غنة؟ حروف غنة. لغام بغير غنة. حروف اثنين. ما هي؟ اللام والراء. أتي مثال لغام بلا غنة. لغام ويل للمطففين. الإمام الاستقامة عن أبي عمرو إلى أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قال لا أسأل عن أحد غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. روى الحديث هو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه صحابي جليل كان وليا لعمر بن الخطاب على الطائفه. الكلمه معناها قل لي قوله علمني كلاما جامعا معاني الاسلام لا اسال عنه احدا غيره لا احتاج معه الى غيره آمنت بالله صدقت واعتقدت بالله وحده استغفر اعتدل على الحق بفعل الواجبات وترك الباقيات. ما استفاد من الحديث حرص الصحابة على تمرد أمور دينهم وجوب اختار وجوب احلال الحلال وتحريم الحرام واجتنابه. يقول ردي رحمة الغفور يوم سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا بعد هذا النهج للمريد في النور والتقى
ni mwangalizi mapicha wa ile dawa la nsano kwa nsano kartula wa umanisani ya umambiani surtu ndo wandu mrudunga ora nzile makatindani wa yonga mjokana rijuhanza ni wandu mrudunga o surtu danyi mjundro Faransa msane muri sane muri saidi e parlueri ya utunge sarduka nyonu shioni wa watoto wa usoma na wanga mjokana le parlueri liliohunu ngido zima na lisali mengeha abudi mana ukanangarza hao nyi wandu mkori dunga haku vanu kwa nyiko sana mwesaidia zenjema za mwrezi ajri zinu mfanya hata mwesaidia wanapasadie zi parlueri za huja zunge serudo huja rerumia hunu shioni gamjokano watoto wadozoma na vo zi parlueri izimenia zi parlueri za zimenia abudi mana resa hao mwesane mwesaidie haku ezi parleri djeblu djunda onshioni abo marhaba menjin garto onana tsina insha Allah haina mfumbili garto panga toze mfumbili rionane shabo ninyu andu umrdungawo abola vimunga tsaze samahaza tuguma tsuwaye maripar saranzo mandoni nabo zindongoza tudzuda lewe inu chaile raya lazimi fanishiye tsine ile raila shabo ngamjokananga abo monano djunda onshioni imadhamana abo yudi mana kana to hundu hapo zinungwe hizo na tutudu zirengia ovanura ziparisi kwa vende insha Allah kwa mwambia ni kanana rasaidi haku ili pala sholi surtude ze parlori zisha sane zikane omweri kane parlori ndraru ili mba vititi ili ujotu ngeso watoto wadoso maana mbado nikuwa yesoma ya imananyado ishia hawa ili ujotu ngeza wanahatu ndito maya hatu ya leona maudu shaa eza hatu sazisa shaa wana ila dhimuru wadunge wasome mizungu ya wanike maarifa mema eka mwa vende insha Allah ni mafundi wao ze juhudi wazifanyao ngaru shukuri yao siwarumishi wele daula tsanu kwa tsanu wabu marahaba menji ngarona na wakati wasayatena eka mwa vende insha Allah wukama thala ninga wafundi mzima vanura juanza ya tuhele zamba abisurtu de madhamana hili wazingara wawana hili ajukanje matena raharijaba ya matangazo ya hatu e cadê a diretoria que afunde se se o mumato não salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam o tu manisa nimba viu lá mexe cá onde ele o here o na hora mal pela show lá o ustaz al marhum o sayyid ghalib sidin afunde cá o rehim e o alamisha o nabano emma ngamjua yoka ina mna kaunde mwana uzinu ni class 2 rizitanganya kwazima sibabu yoka hazi hazi kaza kaza bahanu changa rendi leo ne wa ila palashio ili taina class ya ina partia bo hundi class ya yo kanzi hamani ndina maona class ya 2 hundi tena ila class 2 ikao ngizubanu kwazima rizitanganya sibabu ya he hazi kwa karaha kijahisa emma garendi leo wala karna uzuzia ukari wa herangu au kawezo rasumisi wana jumkinishi haze zendeza rohe shari yundu kari ujie na udoso misa na ufanya zihazi tanganye zeno kwezo zontipia iliri tisoka bahi mjezi mwaribuli marithiki mkwa mjazani kheri sena mwandu ikawo muhimili ya lifala shio linu juma usaidia rafikra ramvura mali karishukuria o mjezi mwarinke zenema zontipia vurahe Mwenyezi Mungu ajalie rekeme ngoni mwangu ikao ndo jukumu cha harumu mbebo sababu ya zisoda katunjaria baka mjazingara fungu chashi karim shukuria ni hapo 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 na mtahani mzidi zenjema kama ile mzidi dao ba hena mungu ikao hatani ya ukayarende njema harumu palashi yo haumsi haumzi ya zisoda katunjaria ikao wewe yonde maridhiki wewe utakao ya la kaburini madama usafu wa mfuko wao Hei na mbrikao hanjia mwele pala sholo hasomo. Au hei na mbrikao haviri halumanzia ikawa nduwa iwaha. Au hei na mbrikao hanwe maji ya heshe isima ikawa hushi timbi. Hania tu ya ukahu zifanya za mwezo haswada wakati njali ya zi ajiri zo pia zi kansi nga zi huli lao. Yeka usa hufu. Iyonde koli dhulu ere wayo. Ya hulamwa. Yeka maridhiki. Yeka mwenje honishia. Yeka mbrini ikawa nduwa ukaya. Aizo. Ujo. Omba Mwenyezi Mungu mzidi zenjema hizo kazao yangu katukamle bazena bongi zo zinji kana toshina rimeva nuri zambe na umshukuriani yoka hena mfumbili ja leo
Nchani mdori munga ha nchani kwa nchano. Ba, gajoro niko watoto jitihadi njinji mwono sikuwa leo kawa. Zenungozi ka hanamna njema mwono suwa njema ya hoa wana. Haizwe hezi jaute na garumba mungu zilu ka njema njema rana. Inamna ikawande mzuma zona leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marhaba menji nyo angalizi mapija wale dawla 5 sur 5 kwa funguli media. Rimambia niri kwa ujiunga haruma ili pala shio la fundu watu almari ya mfuti sada alibu. La rengwa ni zukuwa tu fundi alimsa Shakira ni ambaba hatu vala. Demana ukananga mwona ukananga rimbeshila ni marhaba. Ni wandu mrudunga wa oranzi di makatianu. Ngarjo na natena ikamuwa venze insha Allah. Marhaba menji haina mfumbili. Ngarjo doja harume mavayazio. Wa hauri ambele pala shio di nutena ikamuwa venze insha Allah. Marhaba menji mkwa wadzimana mwana hanyumbaba Yasini haruma yeze kameraman.